معاكم انا نصر موقع عرفني الكونف. موضوع النهارده شرح الحصول على سيريال لبرنامج الافاست او برنامج الانتي فيروس الافاست عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالفيروس او معاكم انا نصر موقع عرفني الكونف. موضوع النهارده شرح الحصول على سيريال الخاص ببرنامج الافاست او برنامج الانتي فيروس الافاست عن طريق الموقع سيريال القانوني لمده عام. اول حاجه هتخش على الرابط اللي هو بتاع الريكوست او طلب اللي انت بتقدم منه واللي انت عاوز سيريال، هتلاقي اللينك تحت الفيديو. اول ما تخش على الرابط هيظهر معاك المنظر ده كده، تملى البيانات الاسم اللاست نيم الايميل الخاص بيك الدوله، بعد كده تختار اي حاجه من هنا. بيقول لك اي مثلا زي ما انا عامل كده بالظبط، تعمل ريجستر فور فري. دلوقتي خلاص عملت ريجستر للسيريال، هيظهر لك معاك مواجهه بالمنظر ده كده، بيقول لك ان هو كان نص ساعه هيوصل لك السيريال على الايميل الخاص بيك. لو ما وصلش خلال ساعه لازم تتاكد ان هو موجود في السبام الخاص بالايميل. تمام، ده كان موضوع بسيط ازاي تقدر تحصل على السيريال الخاص ببرنامج افاست. يا رب كنت توصل الفكره. كان معاكم علاء نصار موقع عرفنتكم. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناه عشان تتابع كل الفيديوهات الجديده، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر البريديه للموقع عن طريق كتابه الايميل الخاص بك هنا وتضغط اشتراك، او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.